لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية التي نتناول فيها كتاب الدراسات الأدبية لطلاب الصف الثالث ثانوي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. الدرس 16 وتكملة لما بدأناه في الدروس السابقة، وهي الخصائص العامة للأدب العباسي. كنا قد انتهينا من خصائص الشعر العباسي، وننتقل اليوم للحديث عن الخصائص العامة للنثر في العصر العباسي. إذن درسنا اليوم عزيزي الطالب الخصائص العامة للأدب العباسي، ونريد بها هنا النثر. إن القارئ الناقد الذي يتتبع مسيرة النثر في العصور سيجد أن النثر في العصر العباسي كان له شأن عظيم ليس كغيره من العصور. لذلك كان النثر في العصر العباسي وجها من أوجه التقدم والتطور، وكان النثر دعامة أساسية في البناء الأدبي الشامخ الذي تركه العرب. نعم عزيزي الطالب، فقد كان النثر في العصر العباسي أغزر من الشعر، كان النثر مقدما على الشعر، لم يكن كغيره من النثر في العصور السابقة، بل كان له شأن أكبر، وكان لاهتمام الأدباء بالنثر أثر كبير جعل من النثر أكثر غزارة من الشعر نفسه في العصر العباسي. إذن نقول أصبح النثر في العصر العباسي وجها من أوجه التقدم والتطور، ودعامة أساسية في البناء الأدبي الشامخ الذي تركه العرب، وكان النثر في العصر العباسي أوسع مدى من الشعر نفسه. جاء هذا السؤال أو جاءت هذه الفكرة في سؤال من الدورات السابقة، كان النثر في العصر العباسي أوسع مدى من الشعر نفسه، هل هذا صحيح أم خطأ؟ طبعا الجواب هنا الإجابة صحيحة، كان النثر في العصر العباسي أوسع مدى من الشعر نفسه، كما قلنا أي أن النثر كان أغزر من الشعر، وكان اهتمام الأدباء بالنثر أكثر من اهتمامهم بالشعر نفسه. وذلك عزيزي الطالب، كان النثر قبل العصر العباسي يقتصر في الغالب على الخطابة والرسائل، إلا أنه في العصر العباسي ظهرت مواضيع ومعاني وأساليب اختلفت عن التي كانت عليها في العصور السابقة، ولم تعد مواضيع النثر في العصر العباسي تقتصر على الخطابة والرسائل، بل إنهما أصبحا أبسط مظهرين من مظاهره. كانت الخطابة والرسائل تطغى على النثر العربي قبل العصر العباسي، إلا أنها في العصر العباسي صارت من أبسط مظاهره، من مظاهر النثر، فقد تطورت المواضيع والمعاني والأساليب، وأنتج الأدباء الكتاب كتاب النثر المسترسلون أنتجوا مواضيع جديدة، فكتبوا فنونا نثرية لم تكن موجودة في العصر الذي سبقه. ولم يكن النثر ببعيد عن الشعر، بل اشترك معه بالخيال واستخدام البيان والبديع، فقد أغرق المترسلون بالخيال وجملوا إنشاءهم بالمجاز والبديع. أكثر الأدباء في العصر العباسي من الخيال،
وكانوا دائما يزينون كتاباتهم، يزينون نثرهم بالمجاز، كما أنهم كانوا يكثرون من الاقتباس من القرآن والحديث والشعر والعلم والتاريخ. فإذا ما قرأت شيئا من كتاباتهم وجدتها تغرق بالخيال، ووجدت فيها اقتباسا كثيرا من القرآن والحديث والشعر والعلم والتاريخ. وأكثر كتاب العهد الثاني في العصر العباسي من الإطناب. والمقصود بالإطناب عزيزي الطالب هو أن يؤدى المعنى بألفاظ أكثر منه، أي أكثر من المعنى. فالمعنى يحتاج إلى كلمات قليلة، إلا أن الأديب يؤدي المعنى بكلمات كثيرة، وذلك لفائدة وليس عبثا. فلو كان التطويل لغير فائدة لعد ذلك حشوا وهو عيب في الكتابة، إلا أنهم كانوا يكثرون من الإطناب، أي يكثرون الألفاظ للدلالة على معنى من المعاني، وذلك لغرض بلاغي ما. وغالبا ما يكون إظهار البراعة اللغوية، إظهار البراعة اللغوية واستخدام الألفاظ وتجميل المعنى بالمجاز والبديع، فكانوا يتسابقون في ذلك. إذا نقول هنا أغرق المترسلون بالخيال وجملوا إنشاءهم بالمجاز والبديع، وشغفوا أي اهتموا وتعلقوا، شغفوا بالاقتباس من القرآن والحديث والشعر والعلم والتاريخ. وأكثر كتاب العهد الثاني من الإطناب. ركز على هذه الجملة، فهي من أسئلة الصواب أو الخطأ. أكثر كتاب العهد الثاني من الإطناب، وهذا صحيح. ونزع كتاب العصر إلى الزخرفة والصقل. الزخرفة يقصد بها الاهتمام بأساليب البيان والبديع، وخاصة في العهد الثاني. إذن نستفيد أيضا هنا أنه في العهد الثاني أكثر الكتاب من الإطناب، ونزعوا إلى الزخرفة والصقل، فقد كانت أساليب البيان والبديع في أول الأمر. كان الكتاب ومنهم الشعراء والأدباء إذا أرادوا أن يستخدموا البيان والبديع يستخدمونه كوسيلة من أجل التعبير عن المعنى المراد، إلا أنها في هذا العصر وفي هذا العهد، خاصة في العهد الثاني، صارت متكلفة. فالشاعر والأديب يتكلف البيان والبديع ليبرز قدرته على استخدامها في كتاباته. إذا نزع كتاب العصر إلى الزخرفة والصقل، وخاصة في العهد الثاني، فقد بدأت أساليب البيان والبديع في أول الأمر وسيلة من وسائل التعبير، ثم أصبحت غاية تكلفها الكاتب. كان البيان والبديع وسيلة للتعبير، ثم صار غاية، صارت المسابقة بين الأدباء من الذي يستخدم البيان والبديع أجمل من غيره. وهكذا صارت كتابات الأدباء في العصر العباسي. كما أن العلوم في هذا العصر قد نضجت، نضجت العلوم بعد أن كانت مبعثرة مفرقة في كتب، بحث هنا وهناك. في العصر العباسي صنفت كتب في مختلف الفنون والأغراض، كل علم من العلوم صار له كتابه يعنون باسمه، وازدهرت الفلسفة الإسلامية في العصر العباسي أيضا، وكثرت التواريخ. إذا نضجت العلوم وصنفت كتب في مختلف الفنون والأغراض، وازدهرت الفلسفة الإسلامية وكثرت التواريخ. أما النقد الأدبي فقد كثرت كتبه، وقامت نظريات بعضها يعنى بالمعنى وأخرى تعنى بالمبنى، وثالثة تسعى إلى التوفيق بينهما. انقسم النقاد عزيزي الطالب في العصر العباسي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كان يقدم المعنى على اللفظ، ويرى أن المعنى هو الغاية من الكتابة، فالأديب يبدع حينما يقدم معنى لم يأتي به من قبله. أما الطرف الآخر أو القسم الآخر كان يقدم المبنى يقصد به اللفظ، ومنهم الجاحظ الذي كان يقول إن المعاني مرمية في الطرقات،
أي أن المعنى أيا منا يستطيع أن يحصل عليه، ولكن الإبداع كل الإبداع في اللفظ الذي يستخدمه. كيفية استخدام اللفظ، كيفية تأدية المعنى باللفظ وجماليته. إذن قامت نظرية بعضها يعنى بالمعنى أي يقدم المعنى على اللفظ، وأخرى تعنى بالمبنى أي تقدم اللفظ على المعنى، أما ثالثة فكانت تسعى إلى التوفيق بينهما، فترى أن الإبداع الأدبي يكون بالتوفيق بين المعنى والمبنى، فهما متلازمان. فلا قيمة لللفظ إن لم يكن المعنى جميلا، ولا قيمة للمعنى أيضا إن لم يكن قد أدي بلفظ جميل. إذا نقول كثرت كتب النقد الأدبي، وقامت نظريات بعضها يعنى بالمعنى وأخرى تعنى بالمبنى، أما الثالثة فقد كانت تسعى إلى التوفيق بينهما. ولم يقتصر الكتاب في هذا العصر على الفنون التي ورثوها، بل إنهم ابتدعوا فنونا كتابية جديدة، أي أنهم لم يكتبوا بالأغراض والفنون التي كتبها من قبلهم واكتفوا بها، بل ابتدعوا فنونا كتابية جديدة من أهمها المقامات، فن المقامات الذي كانت الغرض منها أن يستعرض الأديب الكاتب فيها براعته الفنية واللغوية والبديعية، وكل أديب ينافس الآخر ببراعته في استخدام الكلمات. إذن ابتدع الكتاب فنونا كتابية جديدة، ومن أهمها المقامات التي استعرضوا فيها براعتهم الفنية واللغوية والبديعية. فظهر على سبيل المثال فن القصة الخرافية والفلسفية كما نلاحظه عند ابن سينا والفارابي. إذن نقول عزيزي الطالب في العصر العباسي ابتدع الكتاب فنونا نثرية جديدة من أهمها المقامات. أهم ما في العصر العباسي في النثر المقامات التي استعرضوا فيها، أي الكتاب التي استعرضوا فيها براعتهم الفنية واللغوية والبديعية. فظهر فن القصة الخرافية والفلسفية كما هو ملاحظ عند ابن سينا والفارابي. إذن هذه هي خصائص النثر في العصر العباسي كما أوضحناها. نكون بهذا أعزائي الطلاب قد انتهينا من درس اليوم. أشكر لكم متابعتكم، وإلى لقاء جديد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.